عامي 2006 و2007 رافقنا 5 شباب مهاجرين في بدايتهم الجديدة في ألمانيا في إطار سلسلة في الغربة. فر أمير من توغو وهو في سن 16 لتقديم طلب للجوء في ألمانيا. أما فلورينا من المكسيك فقد قدمت إلى ألمانيا كمرشدة سياحية أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم على أمل البقاء في ألمانيا. كذلك كونستانتين من موسكو الذي حاول هو وعائلته إيجاد موطئ قدم لهم في مدينة لايبزيغ. أما الإيرانية راشين فقد وجدت حبها في برلين. وأخيراً يونغ من كانتون الذي بدأ كطاهٍ في زينغن على ضفاف بحيرة كونستانس. عاد يونغ بعد انتهاء تأشيرة العمل إلى الصين وانقطعت عنا أخباره. أما الآخرون فقد زرناهم لنرى كيف تجري أمورهم اليوم وما الذي حدث معهم في تلك الأثناء. باغت الحب راشين فجأة. اعتادت هذه الفتاة على الاستقلالية في حياتها من خلال عملها لدى شركة نفط فرنسية في طهران، ولم يكن في حسبانها أن تترك بلادها يوماً، ولكنها وخلال رحلة عمل لها في برلين التقت بفارس أحلامها توماس. تزوج الاثنان وانتقلت راشين للعيش في برلين. خفف عنها هذا الحب حنينها إلى وطنها والخوف من مستقبل غير آمن. تعيش راشين حتى اليوم في برلين. في الحقيقة إنني أتيت إلى هنا من أجل توماس الذي أحببته جداً، ولكن هذا الحب لم يعد موجوداً اليوم، حيث أتى يوماً وقال لي خلال دقائق قليلة بأنه سيرحل ورحل ببساطة دون أن يذكر الأسباب. كان شعوري الأول بأنني لم أعد أقوى على الحراك. استلقيت على الفراش لمدة 3 أو 4 ساعات وظللت أقول لنفسي بأنه سيعود. لم أصدق أنه من النوع الذي يفعل ذلك. لم أنم ليومين، ببساطة لم أستطع النوم. تسترجع راشين شريط حياتها من عام 2006. حضرت إلى برلين وذهبت يوماً وللمرة الأولى في حياتي إلى أحد النوادي الليلية للرقص، وهي الفرصة التي لم تتوفر لي من قبل. وعندما رأيت توماس شعرت أنه الرجل الذي أريد أن أقضي معه بقية حياتي. عندما أفكر بذلك الحب أعتقد حتى اليوم بأنه كان حباً حقيقياً وكبيراً، ولكن عندما أنظر في وجه توماس اليوم أرى ملامح الضعف في هذا الوجه والتي لم أراها سابقاً. أسأل نفسي كيف وقعت في حبه؟ إنه مختلف تماماً عني. الآن اتضح تماماً أننا لا نتناسب معاً. حتى في ذلك الحين كانت هناك خلافات أثناء الانتقال إلى المنزل الجديد، إذ لم يأتي أحد للمساعدة تقريباً. لا أعرف كيف هو الحال مع الآخرين، ولكن لم يكن لتوماس الكثير من الأصدقاء، بينما كان لدي الكثير منهم في إيران وكنت أجدهم دوماً بجانبي كلما احتجت إليهم. أرادت راشين تعلم الألمانية بأسرع وقت ممكن، ولأن توماس كان لا يزال يدرس حاولت هي إيجاد عمل لسد احتياجاتهما، ولكنها فشلت في محاولاتها. لم يتفهمني أحد آنذاك وتساءلوا كيف تركت وظيفتي وعائلتي ووطني فقط من أجل توماس. تساءلوا دوماً كيف فعلت ذلك ولماذا، ولم يفهمني أحد. نعم، أعتقد أنه حتى عندما أسأل نفسي اليوم فالأمر ما زال غريباً. موسيقى
كونستانتين مغنياً في جوقة روسية يهودية في موسكو. كيهودي شعر باضطهاد في روسيا بسبب العداء المتنامي للسامية هناك، كذلك لم يرى لنفسه أي فرص تذكر مهنياً، لذا خطط وعائلته للانتقال إلى ألمانيا. بعد انتظار طويل حصل على تأشيرة للدخول. أراد كونستانتين في البداية الذهاب إلى لايبتسك، مدينة مثله الفني الأعلى في الموسيقى يوهان سيباستيان باخ. غادر هو وزوجته وابنه وأمه موسكو التي كان فراقه لها صعباً، ولكنه بقي متفائلاً. سأذهب إلى ألمانيا للعيش فيها، وكي أحظى بمحبة واحترام الناس، وكي أبادلهم نفس المشاعر، وليتمكن من إظهار صوتي وتحقيق قدراتي. اليوم ينظر كونستانتين بحزن إلى بداياته في ألمانيا. في البداية قدمت العائلة إلى ساكسن كمرحلة انتقالية. كان حلم كونستانتين الالتحاق بجوقة لايبتسك للأوبرا. ذهب إلى اختبار الغناء وهو مفعم بالأمل. لديك مشكلة في الحنجرة، وهذا أمر غير مقبول للدخول في الجوقة الألمانية. لم يثني ذلك كونستانتين عن عزيمته بسهولة. وصله بعد ذلك عرض لقيادة جوقة شبابية. ولكن ضربات القدر توالت عليه. كما ترى أنا الآن في مكان جديد، إذا حدثت تغييرات كثيرة في حياتي لم تكن في حساباتي، والتي لم أكن أتخيلها حتى في أسوأ أحلامي. في نهاية مايو حضرت زوجتي ديانا لتقول لي إنها تحب رجلا آخر. ترك ذلك في نفسي جراحا امتدت لأسابيع، ثم أتت برفقة ذلك الشاب الذي كنت أعرفه من خلال مرافقته لنا في الحفلات بالعزف على البيانو. أخذت طفلنا من سريره وهو نائم ليلا، ومن ثم رحلت وأنهت بذلك كل شيء. أجل، هذه هي قصة العائلية. بطبيعة الحال كان ذلك مخيبا لي، أو بتعبير أدق صدمة حقيقية تلقيتها. هذه الصدمة لم أكن مستعدا لها أو لهذا الموقف، لكن شكرا للرب أنني استطعت تجاوزها. يعمل كونستانتين اليوم كمدرس للغناء في المدرسة الموسيقية في بيرنبوغ التي تبعد 100 كيلومتر عن لايبتسك، أي 4 ساعات من السفر يومياً. I must wait for the
للأسف كنت عاطلة عن العمل وتلقيت معونة من الدولة. كان مكتب العمل يرسل لي إعلانات فرص العمل دوماً. بعد ذلك تلقيت دعوة لمقابلة توظيف كسكرتيرة تجيد لغات متعددة في قسم عالمي. حقيقة جرت الأمور في المقابلة على ما يرام. قالت مديرة القسم بأن هناك الكثير من العمل وأن من سبقتني هنا مرضت بعد 10 أيام لكثرة العمل هناك. قالت أيضاً إنه يمكنني البدء بالعمل في اليوم التالي إن لم يكن لدي مشكلة في ذلك. ذهبت في اليوم التالي وعملت لثلاث ساعات تجريبية وقلت لها بأنني قادرة على ذلك وقبلت العمل. في هذه الأثناء أصبحت راشين مساعدة مدير في شركة أدوية كبيرة في برلين. مرحبا سيدة رجائي، لدينا اجتماع الآن، تفضلي بالجلوس. كيف كان يومك؟ هل لديك الكثير من العمل؟ طبيعي في فترة نهاية العام، الجميع لديهم مطالب. أجل، قمت بإنجاز قسيمة نفقات السفر خاصتك، ولكن أود مراجعتها معك مرة أخرى. بسبب فاتورة الفندق لدي كشف بطاقة الائتمان هذا. أدخلت كل شيء باليورو، كل شيء صحيح الآن. تقومين بذلك بشكل صحيح. إذن يمكنك التوقيع هنا من فضلك. أعتقد أن اللغة تلعب دوراً كبيراً، وعندما يتعلم المرء لغة ما جيداً يشعر بنوع أكثر من الأمان، أي يمنحه ذلك ثقة بالنفس. وماذا نفعل بفرصة التدريب؟ يسمح لنا بقبول متدرب واحد فقط الآن، وبعدها ستكون فرصة التدريب شاغرة. هذه الدقة التي لدى الألمان توجد أيضاً في اللغة، وأعلم أن هذا أمر مطلوب مني أيضاً في العمل. أريد أن أبقى دوماً على هذا النحو من الدقة كما الألمان، بحيث ألقى القبول هنا. كانت فلورينا تشعر بالاضطهاد في المكسيك لكونها من أقلية السكان الأصليين. ترجع جذورها إلى لامكستيكا في واهاكا جنوب البلاد، حيث لا عمل وسبل الحياة صعبة. عائلتها فقيرة كما هو حال عائلات السكان الأصليين في المكسيك. الغالبية من قريتها غادرت إلى الولايات المتحدة أو كعائلة فلورينا التي انتقلت إلى العاصمة. فقط الكبار في السن كعمة فلورينا بقوا هناك. تعيش فلورينا في العاصمة مكسيكو سيتي حتى اليوم. عندما قمتم بتصويري للمرة الأولى أردت أن أتحدث فقط، ليس فقط لمجرد الحديث مع أي أحد بل مع العالم أيضا، من أجل عائلتي والناس الذين نشأت بينهم والذين تم استبعادهم. واليوم أريد أن أعبر عما أفكر به وأشعر به، لأن قصتي هي قصة الكثير من الشباب الذين يكافحون من أجل الحياة. توجب على فلورينا العمل كخادمة وهي في سن 14. لاحقاً ذهبت لمعلمة ألمانية والتي قامت بدورها بإرسالها إلى المدرسة وأتاحت لها تعلم الألمانية.
في عام 2006 شعرت فلورينا بتنامي العنصرية في المكسيك، بحيث أصبحت ألمانيا البلد الذي تتمنى العيش فيه. أتيحت لها فرصة السفر للعمل كمرشدة سياحية مع معلمتها الألمانية كارين خلال انعقاد بطولة كأس العالم لكرة القدم. أنا سعيدة جدا بألمانيا، لذا أتلقى حاليا من 6 إلى 8 ساعات اللغة الألمانية أسبوعيا. عدا عن ذلك أشاهد الأفلام الألمانية وأقرأ بالألمانية، أصحو على وقع الكلمات الألمانية. هذا هو الأمر حاليا، روحي معلقة طوال الوقت في ألمانيا. في مرحلة ما من حياتي شعرت بأنني غريبة في بلادي، بحثت ببساطة عن بديل لترك المكسيك. كنت هناك أواجه كل الصعوبات والإمكانيات القليلة التي يمكن الحصول عليها. لذلك فقد كان مجرد التفكير بألمانيا حلما بالنسبة لي. بعد الكثير من الصعوبات نجحت فلورينا في آخر لحظة. أتت مع فريق كارين من المرشدات السياحيات مع المشجعين المكسيكيين لحضور بطولة كأس العالم عام 2006 في ألمانيا. عندما بدأت فلورينا العمل في المجموعات السياحية لم يكن لديها خبرة تذكر. كان المشجعون متعصبين ومتعبين، وعادت فلورينا لتشعر بعنصرية المكسيكيين مرة أخرى. بعد انتهاء البطولة حاولت فلورينا العمل في برلين كمربية أطفال على أمل السماح لها بالبقاء في ألمانيا، وبحثت عن المساعدة لدى مكتب إرشاد للمهاجرين. كيف أتيت إلى ألمانيا؟ لقد عملت هنا لمدة أسبوعين أثناء بطولة كأس العالم. لماذا لم تتقدمي من قبل بطلب تأشيرة دخول لدى البعثة الألمانية في المكسيك؟ لم يكن لدي الوقت لتحضير كل شيء، لذا أنا في هذا الوضع الآن. أرى أنه تقييم واقعي، يتوجب عليك مغادرة البلاد بعد الإقامة بدون تأشيرة. لم تكن إقامتي في ألمانيا محددة بشكل جيد، لأنني لم أكن متأكدة ما الذي سيكون بمقدوري فعله هناك. أردت مغادرة بلادي، وكان هذا أهم شيء بالنسبة لي. في الحقيقة لم أكن أعرف الكثير عن ألمانيا. ربما كان سخيفاً بعض الشيء التعامل مع الأمر بهذا الشكل. في الحقيقة لم تكن لدي أي فرصة. اتجه كونستانتين في الأوقات العصيبة بعد الانفصال إلى الإيمان. وجد في الكنيسة التذكارية الروسية الدعم من الرعية، على الرغم من أصوله اليهودية، إلا أنه ينتمي إلى المذهب الأرثوذكسي الروسي. الذي ساعدني في هذا الوضع العائلي الرهيب هو شعوري بأنني لست وحدي.
لا أعني فقط والدتي أو الآخرين، وإنما أن الرب كان إلى جانبي أيضا. وكنت أعرف أن الله يقودني. ربما تمكنت من خلال ذلك من تجنب العواقب السيئة. لدي شعور بأن الإنسان دون إيمان يشعر بفراغ كبير، ويفقد حينها شيئا مهما في روحه. سألني الناس بعد الانفصال عن توماس: ماذا ستفعلين؟ هل ستبقين في برلين؟ قلت لنفسي: يا له من سؤال غبي. هذه مدينتي، هنا حياتي وهنا عملي، أين سأذهب؟ ليس في حساباتي العودة إلى إيران ولا بأي حال من الأحوال. لحظة لاسترجاع الذكريات. كان الأمر الأصعب بالنسبة لي هو إخبار عائلتي بالانفصال. استغرق الأمر 10 أيام إلى أن قررت الكتابة لأمي وتوضيح ما حصل، بحيث لا تحزن لذلك لأنني أرى أنه أمر جيد. كان واضحاً أن المجتمع لن يتقبل فكرة السعادة في الانفصال، لأنه ببساطة أمر محزن. وبالتأكيد إن المجتمع في إيران يتقبل الأمر أقل من المجتمع في ألمانيا. Lass dich ganz bewusst nieder und verbinde dich unter dir mit dem Boden, der dich trägt. مارست اليوغا كثيرا والتأمل والعلاج بالحديث. لاحظت سريعا بأن لدي شعورا جيدا في منطقة البطن. أدركت أنني على ما يرام، ولكنني شعرت بعدم الارتياح وقلت لنفسي: يا إلهي، كيف لي أن أكون سعيدة رغم أن زوجي تركني؟ لا أشعر بالوحدة إطلاقا، بل على العكس، أشعر أنني أبدأ من جديد بإيجاد ذاتي في حياتي الجديدة في هذه المدينة الرائعة. وبطريقة ما أشعر بأنني ممتنة لحدوث الانفصال، لأنه خطوة كبيرة جدا في حياتي. لقد تبدلت نظرتي التشاؤمية، كنت غير راضية وكان ذلك باديا علي دوما. أنا راض جدا، رغم أن الرضا ليس التعبير الصحيح. أنا سعيد لأنني وجدت نصفي الثاني هنا في ألمانيا، وذلك بعد الكثير من الاختبارات الصعبة. التقيت بفتاة رائعة ونحن معا الآن منذ 3 سنوات ونصف. أنا سعيد وأمل أنها كذلك. لدينا طفلنا دافيد،
عمره سنة ونصف، وهذا أمر رائع أيضا. هناك الكثير من الأشياء الجميلة. بعد ولادة الابن انتقلت العائلة إلى مسكن من ثلاث غرف في ضواحي لايبتسيك. تعمل إلينا زوجة كونستانتين في العلاج الطبيعي، وتنحدر هي أيضاً من الاتحاد السوفيتي السابق. تتحدث العائلة في البيت بالروسية. ابن كونستانتين أويغن من زواجه السابق نادراً ما يجتمع بالعائلة. ألتقي ابني مرتين في الشهر، وهذا قليل جداً. أفتقد فعلا الاتصال به، فابني هو ألمي وحزني أيضا. أشعر بالقلق عليه، حيث يعاني في الفترة الأخيرة من متاعب صحية، لكني أحاول مساعدته قدر المستطاع. Смех и радость, скажи как. Смех и радость мы приносим людям. كان أمير بعمر 16 عندما حضر من توغو إلى ميونخ بوثائق مزورة. كان يخرج في وطنه ضد الحكومة في الاحتجاجات، الأمر الذي عرضه للملاحقة. اسمي إدريس تراوري أمير، ولدت في 15 من نوفمبر عام 1989 في سكودي. أنا من عرقي الكوتوكولي، كان لدي مشكلة هناك، لذا غادرت البلاد. هرب أمير مع أطفال آخرين وتم وضعه في دار للأيتام. اندمج أمير بسرعة ونجح باجتياز دراسته الثانوية بعلامات جيدة. ألبرت الوصي عليه يشعر بالسعادة. حصل أمير على فرصة تأهيل في مخبز في ميونخ. كل شيء كان يبدو على ما يرام قبل أن يصل لألبرت قرار المكتب الاتحادي بخصوص اللجوء. تفضل بالجلوس. أمير، دعوتك لأن رسالة من المكتب الاتحادي وصلت، سأطلعك عليها في الحالة. طالما انتظرت هذا الرد. لقد رفض المكتب الاتحادي طلبك للجوء. تقول رسالة إنه يتوجب عليك العودة إلى توغو. قدمت اعتراضي بطبيعة الحال على القرار، وسنذهب للمحكمة للحديث مرة أخرى عن اللجوء. إلى ذلك الحين تبقى الأمور الأخرى كما هي. هذا يعني أنك ستبقى في ملجأ الأيتام، وستذهب إلى المدرسة كالعادة. أما النقطة الرابعة فتقول إنه يتوجب عليك العودة كما قلت، وإن لم تفعل ذلك سيتم ترحيلك. هل تعرف ماذا يعني الترحيل؟ هذا يعني أنه سيتم تسفيرك إلى بلادك بمرافقة الشرطة. ببساطة أرى أن وضعي لم يكن سهلا في البداية مقارنة مع الوضع الحالي. فقد عانيت الكثير من الضغط آنذاك، بالإضافة إلى عدم القدرة على النوم.
لم يكن سهلا علي التفكير بما قد يحدث في اليوم التالي. لازلت أفكر بذلك اليوم الذي أخبرني فيه ألبرت عن قرار الرفض. كنت حزينا حينها ولم أرغب بالعودة. اتصلت بأخي وسألته ماذا بوسع المرء أن يفعل، فالموت أفضل في هذه الحالة. عندما رجعت إلى المكسيك من ألمانيا، حاولت إيجاد عمل لي. الفرصة الوحيدة التي توفرت لي كانت العمل كمرشدة سياحية. بدأت بتعلم الألمانية واعتقدت أنه يمكنني العيش من هذا العمل. كتبت فلورينا مشروع تخرجها لتأهيل المرشدين السياحيين عن فن النسيج لدى نساء المايا في تشياباس جنوب المكسيك. هل الأغنام مقدسة لدى الناس في المناطق العالية؟ هل يقومون بتأدية صلاة ويمنحون الأغنام بعض الملح كتعويض لها بعد أن يقوموا بجز صوفها؟ أجل، أولئك الناس الذين يملكون الأغنام يقومون بتأدية الصلوات ويشعلون الشموع ويحرقون البخور كي تحل عليهم الوفرة في الأغنام، بحيث يستطيعون صناعة نسيجهم والعيش من ذلك. وماذا تعني هذه النماذج؟ هذه ضفادع. هل تكون هذه النماذج أحياناً عبارة عن شخصيات رمزية، على سبيل المثال حول خلق الكون أو عالم المايا وتقاليدهم؟ يقال هنا بكل الأحوال بأن ذلك يعني السعادة بشكل خاص. هل هذا هو النموذج الأقدم؟ أجل، وهنا ترين الفراشات التي نحتاج لثلاثة أشهر لنسجها. ثلاثة أشهر؟ أجل، وهل تعملين طوال اليوم؟ أجل، من الصباح إلى المساء. في تشياباس تلتقي فلورينا بحركة المتمردين السباتا التي خاضت انتفاضة عام 1994 من أجل حقوق السكان من الهنود الحمر. تكافح هذه الحركة اليوم بالوسائل السياسية للتمتع بالحكم الذاتي. من المقلق لنا أنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية ولا عدالة في هذا العالم، لذا نود القول لا نريد أن تتحول قوتنا إلى ضعف. أرى السباتا كمثال حقيقي لبلادي وأمريكا اللاتينية وللعالم أيضا، لأنهم ينجحون بجعل السكان من الهنود الحمر يعترفون بقيمتهم الخاصة ثقافيا وكشعب. كان من المؤثر التعرف عن قرب على هؤلاء الناس الذين يكافحون من أجل ثقافتهم وتاريخهم وحياتهم. هذا المعنى من النضال والتقدم إلى الأمام يشكل بالنسبة لي مصدر قوة. بالنسبة لي هذا مثال كبير أعطاني القوة في حياتي الخاصة. ذات مرة ذهبت إلى ندوة سياسية نظمها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، من ثم حضرت سيرة أثارت النزاعات. تبين لي لاحقا بأنها تقود منظمة للشباب تتبع للحزب القومي اليميني،
قالت لي مباشرة: لماذا أتيت إلى هنا؟ أنت لست مواطنا ألمانيا ولن يهمك الموضوع. أجبت: إنني أعيش في ألمانيا وأريد أن أصبح مواطنا ألمانيا، ولكنت فعلت ذلك من قبل لو أمكنني، ولكن على المهاجر اليهودي من روسيا أن ينتظر 8 سنوات للحصول على التجنيس. فاجأني ردها حين قالت لي: بإمكان الجميع أن يأتوا إلينا، عاد اليهود. يقود كونستانتين في لايبتسك جوقة سلافيا، ويتكون برنامج العزف فيها من الأغاني الروسية بمجمله. راس دوا تري شتيري أو يروساليم راما زوانيلي راروسيا را прямо را вот так это самое прорезать, да? Да-да-да, вот такое русское, да. Накрывайте столы, да все полы, мамы, радуйся. Ой, радуйся, земле, раз веселый Божий сын народился. كنت للمرة الأولى في موسكو من جديد قبل عامين، وفي طريق عودتي إلى ألمانيا شعرت بأنني عائد إلى الوطن. أنا أشعر بالارتياح فعلا هنا في ألمانيا. ينتظر أمير اليوم زيارة وصيه السابق ألبرت. عمل ألبرت الكثير لأجل أمير. في عام 2006 سافر إلى توغو لإحضار إثباتات تؤكد قصة أمير والأسباب التي دعته للهروب عن عائلته. رغم ذلك رفض طلب أمير للجوء، لكن مهمة الناس كألبرت ومنظمات اللاجئين دفعت في عام 2008 إلى تعديل القانون، بحيث أصبح حق البقاء في ألمانيا ممكناً لكل من تلقى تأهيلاً مهنياً ولديه فرصة عمل. بعد إنهائه للتأهيل في عمل المخابز، كان أمير الأول في بايرن الذي يحصل على حق الإقامة بموجب القانون الجديد. الحياة ليست سهلة، إذ ينبغي على المرء أن يكافح فيها دوماً، وهذا ما فعلته واستمريت به إلى أن وصلت إلى مبتغاي. كان ألبرت بالنسبة لي آنذاك بمثابة الأب، فقد أعطاني الدافع دوماً للاستمرار، وأنا من جانبي فعلت ذلك إلى أن وصلنا إلى هدفنا. أنا راضٍ وهو سعيد من أجلي. مرحبا، كيف حالك؟ بخير شكرا، أنا سعيد لرؤيتك، وأنا سعيد أيضا بلقائنا مرة أخرى. أنا سعيد حقا لأنني فعلت كل شيء، وحين أنظر إلى وضعي كيف كان وكيف أصبحت، أشعر بالامتنان فعلا لكل من دعمني إلى أن أوصلني لما أنا عليه اليوم. هذا شيء عظيم حقا. حق الإقامة الذي حصل عليه أمير سار المفعول لغاية عام 2014، ويأمل بعد ذلك بالحصول على إقامة مفتوحة. عندما كنت أعمل في تشياباس اتصلت زميلة بي وأخبرتني بوجود فرصة للدراسة في الجامعة، كانت مثل هدية من السماء. لم أتوقع يوما أن يخبرني أحد عن وجود فرصة لي للدراسة في الجامعة. عملت ذات مرة كساعية بريد لفترة طويلة، وكنت أمر دوما بالقرب من تلك الجامعة التي تقع في منطقة جميلة وكل شيء فيها مكلف.
أعجبني جمال تلك الجامعة وسألت نفسي من بمقدوره الدراسة فيها، وكنت أتمنى الدراسة فيها حقا. كان ذلك مثل الهراء الذي يتبادر إلى الذهن دون تفكير. حصلت فلورينا على منحة للهنود الحمر للدراسة في جامعة إيبيرو أمريكانا للنخبة. إنها جامعة خاصة ومن أغلى الجامعات في المكسيك. كوني هنا هو أمر لا يصدق بالنسبة لي، لأن من يدرس في هذه الجامعة هم من الأغنياء فقط. دوماً رأيت في التعليم وسيلة للتقدم إلى الأمام. كانت عائلتي بوضع اقتصادي سيء، توجب علي العمل منذ الصغر. بدأت بالأعمال البسيطة كالتنظيف لدى الآخرين، وقلت لنفسي أريد فرصة أخرى في حياتي. ماذا حدث من تغيير في حياة فلورينا وكونستانتين وراشين؟ هذا ما سنراه في الجزء الثاني.